الأشياء الجميلة اللي ذكرت عن الرب يسوع في كلمة الله في رسالة تيموثاوس الثانية، لما تكلم على أن الرب يسوع أبطل الموت وأنار الحياة وأنار الخلود. الشيء ده جميل جدا ومشجع جدا ومعزي جدا لأي إنسان. أولا أبطل الموت، وأبطل الموت دي قصة جميلة. تخيل الرب في معركة مع الموت. إيه الموت أقوى حاجة فيك؟ إيه الموت أقوى حاجة أقوى حاجة عندك؟ إيه الموت؟ الموت أقوى حاجة. عشان كده الإبليس كان بيستخدم السلاح ده يخوف الناس ويرعب الناس، ولسه بيرعبهم لغاية دلوقت. الموت أكتر حاجة تخوف الناس. أبطل الموت، مات وبعدين قام فأبطل الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ اتغلب الموت. طيب اللي بعديها أنار الحياة، أنار الخلود. الحياة لما جه هو قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. الأهم بقى حكاية الخلود دي. إنسان من زمان خالص عارف أنه إنسان خالد. ليه؟ لأن الله حط فيه من روحه. فبما أن الله روحه الله خالد فروحه خالدة. فالإنسان عارف أنه هو لسه مش الكم سنة دول هي القصة، لا ده فيه بعد كده. وكان عارف أنه فيه بعد كده، وكل البشرية عارفة أنه هو في حاجة بعد كده. علشان كده قعدوا يتخيلوا، الفراعنة قعدوا يتخيلوا ما بعد كده، وقعدوا يتخيلوا على اللي جاي، وتخيلوها بقى مراحل أنك توصل لهناك. عشان كده حطوا مع الميتين مية وبتاع علشان لما يروح هناك يبتدي يأكل. كل الخلود بالنسبة للإنسان معروف لكن مجهول. يا ترى شكله إيه؟ يا ترى إيه هو الخلود؟ بالنسبة لينا أيها الأحباء في إيماننا المسيحي أن يسوع أنار الخلود. إزاي؟ هو هناك. لما هو هناك أنا مش عاوز حاجة تاني. أنا لما يكون لي حد قريبي برا ويبعت لي جواب، أبا أنا عايز أروح برا، بعرف هو هناك، قريبي هناك، أخوي هناك، أروح. نفس القصة في الخلود. مين في الخلود؟ يسوع هناك. الدنيا منورة، نور العالم راح هناك بنور الخلود، فأنار لنا الحياة وأنار لنا الخلود. حقيقة أخيرة، اللي معرفش يسوع في الحياة مش يعرفه في الخلود، ولا يعرفه في الحياة هيروح معاه إلى الخلود المنير. ما فيش علامة استفهام، في حقيقة هناك يسوع أنار الحياة والخلود.